مع اقتراب إعلان الدرجات الوظيفية في محافظة يالا تتوجه الشبهات نحو سماسرة لأشخاص مستفيدين يحاولون استغلال الخريجين كالسنوات السابقة، حيث بلغ فيها سعر الدرجة الوظيفية 15,000 دولار بحسب ما ذكروا لنا. السنوات اللي سابقة وخاصة سنة 2016 لمن جت الدرجات تعرضنا كخريجين إلى السماسرة، ظهورهم ظهروا سماسرة في محافظة ديالة يساومون على مبلغ الدرجة، يعني البارحة حكينا بالموضوع وصل سعر الدرجة 150,000 دولار. النصب والاحتيال أحد طرق الخداع، حيث يعمل النصابون على إيهام المتقدمين بظهور أسمائهم مقابل مبلغ من المال وإعادته إذ لم يتم التعيين، وهذه الطريقة حذر منها عضو لجنة التربية في مجلس المحافظة. مبالغ عالية، يعني ده تصير انه 15 مليون اكثر من 15 مليون يعينك، زين الناس ما تملك هذا العدد من الفلوس. هؤلاء السماسرة يعني ياخذون فلوس من الخريجين، في حال طلع الخريج اسمه يقول له انا طلعتها لك، بالتالي انه ما اخذ فلوسه، وفي حال ما طلع يقول له هاي فلوسك رجعها. اما لجنه التعيين المشكله من الاداره المحليه ودوائرها فبينت ضوابط وضعت للقبول وهي غير قابله للخلل بحسب تعبيرها، فيما طالبت وسائل الاعلام بالاشراف على انسيابيه العمل وفضح كل فاسد يحاول الاخلال بتوزيع الدرجات الوظيفية. وإن شاء الله الإعلام هو سيف حقيقة متسلط على رقاب الفاسدين والمتلاعبين، ونحن داعمين لكم، وسوف نعلن عن أي اسم أو شخصية تحاول تلاعب بالتعليمات والضوابط. ويبقى الخوف يخيم على أهالي ديالا من تسويف وبيع الدرجات الوظيفية على الرغم من جميع الإجراءات المتبعة من قبل الجهات المعنية لمنع ذلك. من محافظة ديالى، عمر العبيدي، قناة الفلوجة.